بوقف عند نقطة تنظيف الكبد تحديدا، لأنه مهم جدا، وأتوقع هو اللي يعكس صحة الإنسان، الطاقة حقته، وكثير من الأمراض، لأنه هي الفلتر. إيه. أبرز هي الأشياء. هي ما هي فلتر، فلتر الطحال. هي مركز للطاقة، يعني ممكن تنشأ مصنع 10 دور عشان يقوم بالكبد. سبحان الله. أولا تخزن الطاقة وترجعها إذا بغيت بهرمون الجلوكاجون من الأنسولين في خلايا ألفا وبيتا. خلايا ألفا اللي هي تفرز الجلوكاجون عكس الأنسولين، يحول الطاقة الجلايكوجين إلى جلوكوز. ثانيا تكسر المبيدات، تكسر السموم، تكسر كل شيء في الكبد. جهد كبير. لذلك لما الإنسان يأكل دهون دهون سمن سمن ولا يبذل طاقة، وش يصير؟ تشمع الكبد، يصير طبقة دهنية، إنزيمات الكبد تبتل. فالكبد تحتاج إلى راحة، والجسم أصل راحة. ورمضان الله يشرفه، إحنا جعلنا الله وإياكم من يصومه، هو راحة للبدن، راحة للإنزيمات، راحة للغدد، راحة للمعدة، حتى الفم مسكين ارتاح شوي. ايه كل شيء. وتنكسر شود، وبرضه يحس بالفقرة إلى آخر، بس ما يخربها في المغرب. فلذا الكبد تحتاج إلى ملك تستل، شوك الجمل، الكعيب. يعني يدخلون مثلا في جوجل يكتب الكعيب أو شوك الجمل، يطلع له كبسلات في أي هيرب ولا غيره، أو عشبة نفسها من العطار يأخذها. ما أظن هذا العطار، لأن هذه عادة تنبت برا، ولكن ممكن تجي. لكن كبسولات آمنة، لأنها الكبسولات صارت مصنعة وأنها آمنة جاهزة. من مثلا الملوثات وكذا. فتأخذ كبسولة كل يوم بعد الغداء أو ذا لمدة 40 يوم، بس تمتنع عن الدهون، اللحوم. الدهون قصدك غير طبيعية، المهدرجة، الزيوت المهدرجة واللحوم والمقالي وإلى آخره. وتبعد عن اللحوم، الدواجن، الدجاج كله، والألبان والبيض وإلى آخره، والسكر والحلويات والوجبات السريعة، هذه كلها يعني تأثر على تبعد عنها 40 يوم بس. وش تأكل؟ أولا سمك، تأخذ سمك مشوي في الأسبوع مرتين. تأخذ حبوب كاملة، خبز الشعير، كينوا، خبز مكون من القمح والدخن والشعير والذرة. تأخذ لك مثلا والله الكينوا، تأخذ رز بني، تأخذ مثلا شوربة متعددة الحبوب، مو بس الشوفان، كل شيء فيها مثلا القمح، وفيها الماش، وفيها الخضار، وفيها الرز البني، وفيها الذرة، وفيها العدس وكذا. تأخذ مثلا الفواكه فريش موسمية، تمشي رياضة، تشرب موية، بحيث أن جسمك يرتاح، يصفي مع الملك. أحسن.